السلام عليكم طلبتي الأعزاء، نتكلم اليوم عن مادة الهاي فولتج تكنولوجي أو الهاي فولتج تكنيكس، أي تقنيات الضغط العالي. في الانترودكشن أي في المقدمة نتعرف على بعض التعريفات، وهي اللو فولتج، وهي الفولتيات الفولتجز أب تو 1000 فولت إلى حد 1000 فولت. الميديوم هاي فولتج إن ذا رينج، أي في مدى ويكون مداها من 1 كيلو فولت إلى 10 كيلو فولت. الهاي فولتج ويكون مداها من 10 كيلو فولت إلى 200 كيلو فولت. الألترا هاي فولتج إن ذا رينج، ويكون مداها من 200 كيلو فولت إلى 1000 كيلو فولت. وسوف تكون دراستنا لهذا العام تتضمن الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة، أي الهاي فولتج والألترا هاي فولتج. بالنسبة إلى الـ components of high voltage system، أي مركبات منظومة الضغط العالي، فتتكون المنظومة أولا من الـ synchronous generator أو ما يدعى بالإنترنيتر ويرمز له بالرمز A، وكذلك تتكون ثانيا من المحولات transformer ويكون نوعها رافع أي up transformer ويرمز لها بالرمز وتكون رافعة لتقليل الخسائر ولتقليل حجم الموصل الناقل كما درسنا في المرحلة الثالثة في مادة الباور انجينيرينج. إما ثالثا فنتكلم عن السيركت بريكر أو قاطع الدورة، ويستخدم لحماية المنظومة من التيارات العالية أي الأوفر كيرنت بروتكشن، وهو عبارة عن السويتش يقوم بالتحول من حالة الاون الى حالة الاوف عند ارتفاع التيار عن الحد المقنن للمنظومة، ويصنف حسب الوسط according to the medium الموجود بين اطراف هذا السويتش. اذا تلاحظون الان over current protection، اي يتحول من حالة اون الى حالة اوف عند ارتفاع التيار عن حد المقنن للمنظومة، ويصنف حسب الوسط according to the medium الموجود بين أطراف هذا السويتش. وقد يكون قاطع هوائي air blast circuit breaker، وقد يكون قاطع غازي gas silver hexafluoride SF6، وهو نوع خاص من الغازات التي تمتاز بالعازلية الكبيرة أي قاطع الدورة الغازي. وثالثا Oil Circuit Breaker، أي وجود Oil ذو عازلية كبيرة بين أطراف السيركت بريكر. وأخيرا القاطع المفرغ من الهواء بين أطرافه، وهو الفاكيوم سيركت بريكر. وشكرا جزيلا.